خاص سي حسن درت واحد البرنامج عمل ربما في البدايه ديال الولايه الجنوبيه. السؤال ديالنا هو علاش ركزتوا؟ خاصة الطرف الجنوبي كتعني واحد المشكل ديال يعني الطريق والرابطه بين الشماليه والجنوبيه والمسافه القرويه، يعني شنو هما الاهداف وشنو هما البرامج اللي استطرتهم من خلال هذا البرنامج العمل ديال الجامعه؟ شكرا سي هشام. كما كتعرفوا برنامج عمل هو وثيقه مرجعيه تترافع عنها الجماعات بها الجماعه مع المصالح الخارجيه اللي بغيتي دير شي شراكه ولا بغيتي دير شي حاجه كدي مثلا مشروع لوزاره التجهيز ولا وزاره الداخليه كتقول لي ودي هذا. لكن البرنامج عمل اولا درناه بالاولويات لان درناه الولايه السابقه ومازال عندنا يلا غنحينو يلا ديال هذه الولايه هذه يلا غندو فيه ان شاء الله، ولكن باقي حنا مسايرين البرنامج العمل اللي داز. فيما يخص الطريق 23 27 اللي هي من الطريق ديال مراكش حتى الإغود كانت داز المارشي الصفقة داز نهار 5/5/2021 هي وديال 23/41 دازوا تقريبا في نهار واحد بين سيدي شيكر والويحات. هذيك ديال الويحات راه خدام فيها، هذه ديال 23/27 نظرا لارتفاع الأسعار والغلاء اللي كاين والحالية راه كلشي كيعرفوا، هذيك الشركة طلبت لا ريزيلياسيون مع وزارة التجهيز. مشاو ما تلوش باغيين يخدموا راه تا داروا لامبلونطاسيون وتا داروا الديبو ديالهم في الطريق، ولكن ملي ارتفعت الاسعار انسحبوا من الصفقه. دابا مؤخرا نهار الاثنين اللي داز كنت انا في وزاره التجهيز وهضرت مع السيد المدير الاقليمي وقال لي راه خلال الاسبوع المقبل راه غتعاود تلونس ان شاء الله باش تجي شركه تاخذها وتنطلق فيها الاشغال هذه 23 27. فيما يخص المسالك القرويه تمكنا باش نديروا واحد اتفاقيه شراكه مع وزاره الداخليه اللي فيها واحد 34 كيلومتر ونصف السنة الماضية. راه الآن توفنا المسالك القروية الآن الأشغال جارية فيها واخا كاين ارتفاع الأسعار. الشركة كتوقف من حقها لأن المازوت الغازوال كان ب 7 دراهم دابا ولا ب 16 درهم 17 درهم من حقه إذا الدوبل. درنا جوج شراكات، شراكة مع وزارة الداخلية مسالك قروية المسالك توفنا وشراكة مع وزارة التجهيز طرق معبدة تقريبا 50 كيلومتر ديال الطرق المعبدة. جميع الدواوير اللي خارجين خارج الطريق منهم الطرق المرقمه كلهم ان شاء الله باذن الله غيدوزوا بقدرون، حنا نقولوا قدرون باش كلشي فهم. بما انه كنهضروا على البنيه التحتيه غنسولوك على الماء، دابا كتعرف انه مع الجفاف ومع المدن المياه لا جوفيه وسطحيه كيفاش كتدبروا البنيه التحتيه ديال الماء؟ هو المشكل ديال الماء راه مشكل وطني اللي خص يعرف كل شيء، راه الفرشه المائيه ربما تا دول اوروبيه اخرى راه فيها ما بقاش السدود ديالها راه نقصات لان شي منذ سنين ما وقعش بحال هذا الشيء اللي وقع. حنا نتمنوا من الله بعدا يغيثنا بالشتاء ان شاء الله، راه شي ملي يجي الشتاء راه كل شيء كيمشي. هو المشكل ديال الماء مشكل وطني، مشكل اقليم يوسفية حتى هو كيعاني، ولكن حنا على مستوى جامعه الجنوبيه تقريبا حنا عندنا جميع الدواوير كل دوار من هنا واحد السنه كل دوار بشاطو ديالو بالبير زائد البور فونتين النافوره العموميه ديال لونيب، لان جبنا واحد الدعم مالي تقريبا 4 مليون ونص ديال الدرهم من وزاره الداخليه عباره عن خاصه بالماء. الابار كنحفرهم حنا الجماعه كنحفروا حنا البير والداخليه كنطلبوا منها التجهيز كتجهز لنا شي تقريبا جايه 5 مليون ديال الدرهم. اللي قلت لك انا من هنا للسنه المقبله غيولي كل قاعدنا حنا واحد 7 دواور ولا 8، حنا عندنا 46 دوار عندنا واحد 6 دواور ولا 7 حتى 8 من غير لي سو دوار دوك الشتات. من هنا للسنه المقبله كلهم غيولي عندهم ان شاء الله باذن الله كل بير كل دوار عنده البير ديالو مجهز بالطاقه الشمسيه. حنا ما كنديروش الضوء لان الضوء يثقل الكاهل ديال الطاقه البديله. كل دوار ان شاء الله غيكون عنده الشاطو ديالو البير مجهز. هو راه عادي حاجه بديهيه، راه كاين البير اللي كان ما كيوكحش 24 ساعه 24، ولكن ملي ما جاتش هاد السنتين هذه بين عشيه وضحاها ما بقاش فيه الماء، ولكن هو راه كافي لهذيك الدوار. بنادم يصبر راه كلشي كلشي على الشتاء، الا جاب الله الشتاء راه كلشي راه الفرشه المائيه غتطلع وغيوجد الماء في البير وكلشي غادي يكون بخير وعلى خير. يخص القطاع الصحي كما كتعرفوا حنا عندنا مستوصف قروي من الدرجه الاولى راه هو كاين في المركز، وعندنا ان شاء الله من هنا راه عندنا ملونسين دابا ليتي ديال المهندس ديال الارشيتكس باش ندير واحد ديسبونسير اخر في ثلاث سيدي احمد مول الشهبه. هادشي هذاك الديسبونسير غيتبنى من طرف العماله لا صندوق تنميه العالم القروي ومحاربه الفوارق المجاليه، لان السيد العامل هو نظرا للشساعه ديال 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 المساحه ديال الجنان بين اكبر الجماعات مساحه في الاقليم.
ارتئينا باش عند الناس كيجيو تما من 30 كيلومتر كيجي هنا باش سواء عند ممرض. حنا حاليا عندنا ممرض، كنا تعاقدنا السنه الفارطه مع طبيب لان عينا من راسنا وزاره الصحه، درنا ملتمس في دورات عديده داخل المجلس وزاره الصحه من اجل تعيين طبيب. ما كاينش الموارد البشريه، ما كاينش. ارتئينا حنا باش نوظفوا، حنا كجماعه وظفنا طبيب وممرضه. يلا غنعاودوا نجدوا معاهم الكونترا. حاليا عندنا واحد جوج ديال الممرضات كيجيو هنا، ولكن الصحه لا زالت تعاني داخل جوج مشاكل ديال التعليم داخل نفس الادويه والوضوء وهي دار الولاده. بالنسبه لدار الولاده عندنا في برنامج عمل وان شاء الله غادي تمكنوا باش نديروها نخلقوها داخل الجامعه، لان من حقنا احنا كجامعه خصنا حنا تكون عندنا دار الولاده، شاننا شان باقي الجامعات اللي كاين. اللي كاين جامعات قرويه في الاقليم راه فيهم دور الولاده، ولكن راه الاشكال فين؟ راه كاين في الموارد البشريه. راه دير كاع دار الولاده راه ما كاينش اللي غيخدم، لان الوزاره ما عندهاش موارد. ربما في هذا المشروع الجديد اللي قدم السيد وزير الصحه امام سيدنا الله ينصرو غادي تكون من هنا افاق في المستقبل، غتكون مزيانه، غتكون الموارد البشرية كافية، غتكون أطر كافية، إن شاء الله نتمنوا خير. نوجه الشكر ديالي لكم انتم سافيكود على الاستضافه، ونعاود نجدها لكم مرحبا بكم. كما اود ان اوجه الشكر لجميع مكونات المجلس، لان كان الحمد لله المجلس كله شباب، كله حماس، كله باغي يخدم. حنا يلاه بدينا بدايه الولايه عندنا يلاه في البدايه، وحققنا بعض المشاريع وجبناها، تمكنا باش نجلبوا هذيك الاتفاقيه الشراكه. ما يمكنش راه بخمسه المليار ما يمكنش تجيبها من لما كنت ماشي سهله، لان غتفك العزله على حد مجموعه ديال الدواوير في الجامعه. الشكر موصول للسيد العامل اللي دائما يسهر على المصلحه ديال جل الجماعات، كذلك السلطات الاقليميه، جميع لكل من يساهم في تنميه المنطقه من بعيد او قريب، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.